السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنيئا لجماهير الوداد البيضاوي الفوز والتأهل لنهائي عصبة أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الإفريقي العنيد، جنوب إفريقيا العنيد بمعقليه ملعب بريتوريا بجنوب إفريقيا. برافو للاعبين، للكاريزما، الشخصية، الدفاع، الفريق، الدفاع الوطني، الأجانب، برافو برافو للمدرب. يعني صراحة مباراة للتاريخ أمام صن داونز، المدجج بالنجوم والمدجج كذلك بمؤازرة جماهيرية كبيرة. الوداد الرياضي قدم أجمل مباريات العصبة، وهذا الشيء يعني شهد به الجميع صراحة. الوداد البيضاوي يعني شرف الكرة المغربية، شرف المغاربة، وشرف كل الأفارقة بهذا المستوى إلى جانب صن داونز. بطبيعة الحال الحكم كان نقطة استثناء، ولكن معلش النهائي مغربي، وإن شاء الله الفينال والكأس تكون مغربية إن شاء الله العلي العظيم. الوداد مجددا مبروك له، مبروك لجماهيره، مبروك للمغاربة. تكتيك المدرب بطبيعة الحال كان دفاعي هجومي، لم يرجع إلى الوراء، لم يضعف. الوداد دائما إلى الأمام، صن داونز كان دائما إلى الأمام، هو ما جاء بطبق كروي رائع وجميل بملعب بروتوريا بجنوب افريقيا. الوداد البيضاوي استحقت النهائي بشهادة العدو قبل الصديق. برافو للوداد الرياضي من مدينة بركة المغربية، برافو للوداد البيضاوي. اتمنى ان تكون كل الفرق المغربية بهذا الاداء، بهذه النتيجة، بهذه الاندفاع، بهذه الكاريزما. مبروك، تستاهلوا، رجاء. شكرا.